طيب في الليكتشر اللي فاتت رقم 24 هتلاقوا كل الليكتشر دي على يوتيوب ماي تشانل، هتعمل سيرش مينا أبادير ريفيت يطلع لك كل الفيديوهات اللي عملنا. آخر محاضرة احنا نزلناها على يوتيوب اللي هي ليكتشر 24، النهاردة الليكتشر دي اللي هي ليكتشر 25 لأن ما فيها الفاميلي. هنفترض ان احنا نعمل فاميلي حاجة بسيطة، هنعمل فاميلي فرنيتشر، هنعمل صوفة حطها مثلا هنا الصوفة دي. اوريدي انا عملت الصوفة دي قبل كده، طبعا فاميلي انا هعملها لكم الصوفة دي قبل كده احنا عملناها، هوريها لكم الفاميلي بتتحمل في ملف اسمه الفاميلي. هنقول له بعد ما تعملها وتخلصها بتقول له load into project، كده بتخش هنحطها فين؟ هنحطها مثلا في ليفل 3 اللي هو second floor. ادي الصفة بتاعتنا. تعالوا بقى النهاردة نعمل صوفة زي دي. الصوفة دي بارامتريك، يعني لما نقول له مثلا ان احنا عايزين دي 2 سيت صوفة، ده كان احنا عايزين نعملها مثلا 3 سيت، نعملها بدل 1800 ولا مثلا 2200، نيجي نقول له ابلاي اللي هي بقت 2200 تمام، بقت 3 سيت صوفة. بس ده الهايت بتاعها، احنا عايزين الهايت بتاعها ده ان هو يبقى بدل 600 اعمله مثلا 800، مش معقول بس ماشي بقى 800. الكلام ده كان لوجيك يعني 600 كافي. وبعدين الويتس بتاعها اللي هو ده لو احنا عايزين نعمله مثلا 900 كان لوجيك برضو بس هنعمله 900 تطول كده يعني تبقى مريحة شوية زي السرير كده. المتعة اللي فيها ان هي بارامتر تقدر تعملها على حسب المكان اللي انت عايز تعمله في البيت وتلفها، ممكن تعملها كمان روتيت تلفها مثلا من هنا لهنا. نيجي شوية نعملها كده نلفها 90 درجة تمام. طيب النهارده السيشن بتاعنا ان احنا نعمل الفاميلي بتاعت دي، هنعمل لها ديليت ونعمل فاميلي جديده. الفاميلي بنعملها من الاركتيك، نيجي من الاركتيك نيجي للكومبوننت ونقول له موديل ان بليس. موديل ان بليس هيفتح لك حاجات كتيره نختار منهم. دي لو هتعمل فاميلي، الفاميلي دي ماس ان بليس يعني موديل ان بليس، بس لو هتعمل فاميلي زي الفاميلي اللي انا عملتها من شويه بتعملهاش من هنا، بتعملها من هنا وتقول له نيو نيو فاميلي، بتختار من الفاميلي الانجليش. في بعض الكمبيوترات بيبقى موجود فيها الانجليش اي اللي هي دي دي الانجليش اي اللي هي امبيريال اللي هي بالانش والليبرا، وده مش اللي احنا عايزينه، احنا عايزين الانجليش. فلو في كمبيوترات هتلاقيها تفتح الانجليش، الانجليش بس اللي هي المتريك سيستم. ندور على المتريك فرنيتشر ونقول له اوبن. بعد ما تفتحه اول حاجه تعملها انك تعمل تسيف وتيجي تقول له المكان اللي انت عايز تسيف فيه على الكمبيوتر بتاعك. نسميها صوفة 1، خلاص احنا كنا عملنا صوفة. الاوبشن نو نيد انك تعملها ثلاثة، اعملها واحدة
وفي الريفت لما تعمل ريفت نريد انك تعمل 20، بيديك ال 20 نسخة اللي هو ايه، مثلا project number 1 001 002 003 004. لا انت عاملها واحدة بس، وبرضو في هنا بالنسبة لده عاملها واحدة بس. طيب هنقول له صفة 1 ونقول له سيف. طيب عشان تعمل صفة تعملها مثلا ايه، هنفرض الاساس في الشغل الفاميلي ان انت تعمل ريفرنس لاين زي دي كده. الريفرنس لاين اختصارها ريفرنس بلان ار بي، بتكتب ار بي على الكمبيوتر بيطلع لك الار بي. هنعمل خط كده وبعدين هنعمل خط تاني كده وبعدين هنعمل خط تالت كده، كل ده لازم يكون رأسي. خط رابع كده. ايه اللي انا بعمله؟ ليه بنعمل كده؟ علشان لما نعملها بارامتريك، يعني احنا ممكن نعمل الصوفه تخلص في ما فيش دقيقتين بس مش بارامتريك، انت تعملها بارامتريك عشان غيرك يستفاد منها. لما تعمل دي كده قول له ايكوال، يوم مخلصها كده ومخلصها كده تاخد بعد من هنا لهنا. وبعدين نفس الموضوع تعمله هنا وين تقول له ايكوال عشان يديلك اتنين زي بعض. طيب احنا محتاجين دي نعملها البارامتريك، نقوم نقول له اعملها بارامتريك ونقول له ده ويت هنا التايب بارامتر لينس، لان انا عملته من دايمنشن فهو عارف انه لنا. في حاجات بارامتريك تاني بنعملها بارامتريك من هنا من المانج بيكون مش معروف فيها ايه، اذا كانت لينس ولا فورس ولا ويت ولا. طيب احنا نعملها انستنت عشان تبقى في كل صوفة غير التانية، ما تغيرش صوفة يتغير لك كل اللي في المشروع. ايه الفرق بين التايب والانستنت؟ التايب اللي هي تعمل صفة واحدة في المشروع، تيجي تعملها 3 سيت ولو عملت منها 20 حتة في 20 أوضة، في ال 20 أوضة هيتغيروا وتبقى 3 سيت صوفة، يعني لو عملتها طولها مثلا متر 80 هيبقى كلها طولها متر 80. إنما لو عملتها انستنس اللي أنت بتشاور عليها بس هي اللي هتتغير. دي الفرق ما بين الفام البارامتر التايب بارامتر والانستنت بارامتر. دايمنشن هتعملها دايمنشن، تقول له اوكي. الويتس هنعملها كام؟ مبدئيا هي كده بس احنا لسه هنعدلها. ودي اللينس من هنا برضو نقول له كرييت بارامتر، وهنا نقول له لينس. نعملها انستنت برضو، نقول له اوكي. طب انا عايز اعدل دول، هي طولها بيبقى كام؟ طولها مثلا بيبقى متر 80 1800 والويتس بتاعها بيبقى مثلا 600. نعدل ده منين؟ نعدل ده من هنا، وبالمره نكتشف اذا كانت البارامتر شغال ولا مش شغال. يعني لازم نكتشف بارامتر شغال ولا مش شغال، نكتشفها من هنا. لازم كل شويه وانت شغال في الصوفه او شغال في حته الفاميلي تعمل تشيك للبارامتر. احنا قلنا اللينس هنعمله 1800 والويتس هنعمله 600، قول له ابلاي اهي اشتغلت. اهي كده بقى شكل الايه الصوفه دي، مثلا صغيره شويه ممكن نعملها مثلا 800. اوكي يبقى كده حددنا مكان الصوفه اللي هنشتغل عليه. ليه عملنا ده؟ لان النهارده ده هيشتغل مع البارامتر الريفرنس لاين، وهنربط الصوفه بالريفرنس لاين. اوكي تعال نشتغل اول حاجه في الصوفه، ان احنا نعمل الكرييت ونقول له اكسترود. لو الاثنين دول نوروا يبقى هيشتغل معاه ده، ولا لو ده نور بس يبقى هيشتغل معاه ده، بس احنا لازم الاثنين يكونوا منورين من هنا لهنا، مفيش داعي انك تربطهم هم كده مربوطين طالما نور ده ونور ده. وتقول له اوكي. تعال نشوف ال 3D بتاعتها،
هنلاقي ان الصفه كانت على من الشيدد. تمام، ده الكتله اللي نشتغل فيها الصفه. تعال نروح للباك ونيجي نبص عليها كده، نعمل لنا كمان ريفرنس بلان ار بي، تكتب ار بي انتر. وتعالى نعمل لنا ريفرنس بلان تاني، تمام، نقوم عاملين من هنا لهنا. دي الرجل بتاعت الصوفة، دي الرجل الخشب اللي من تحت، بتكون مثلا 12 سنتي. 12 سنتي كويس، جت معانا بالبركة. لو ما ظبطتش معاك تعمل كده وتعمل كليك، مثلا عايز تعملها 13 سنتي، ادي 13 سنتي، بس احنا 12 سنتي كانت كويس. وبعدين ده بقى الهايت بتاع الصوف من هنا لهنا، ده اللي هنعمله بارامتريك. نعمل كده، نعمل كليك وبعدين نقول له كرييت بارامتر، ونيجي من هنا نقول له هايت. ونعمل له انستنت بارامتر. اوكي، ناخد دي بقى نقوم رابطينها بين بالهايت بهنا، ونقول نلاقي فيه هنا قفل نربطه كده، ونقوم عاملين كده ونلاقي فيه قفل تاني ظهر مربوط. يبقى كده السوفة اتربطت، ادي الهايت بتاعها وادي الطول وادي العرض. تمام، تعالوا نشكل السوفة ان احنا نقطع حتة منها كده عشان تدينا شكل الايه، يعني هنقطع حتة من هنا كده عاملة زي حتة صغيرة كده، تقوم تدينا شكل الايه الصوف. نقوم نعمل ايه، نيجي هنا من ريفرنس بلان ونيجي نقول له كرييت، بس المرة دي نعمل اكسترود لايه، نعمل اكسترود لفويد، ونيجي نقوم مختارين الفويد بتاعتنا من هنا. اي ابعاد ليه؟ لان احنا لسه هنظبطها. تقول له اوكي، احنا هنرجع لكلامنا مره تانية. ادي الفويد بتاعتنا اهي، تعمل عايز تظبطها اعمل عليها كليك، نطلع بيها من دي كده، تقوم عامل عليها كليك كده، تقوم طالع بيها لفوق خالص، وتقوم طالع بدي لتحت كده لغايه لما تقطع لك شويه. بس عملت لنا شكل الايه السوفا، بس طبعا مش متظبطه لا دي ولا دي ولا دي ولا دي، هنظبطها دلوقتي. بس احنا ايه الصفه بتاعتنا ابتدت تتشكل اهي، يعني ودي نقوم داخلين ده، احنا بس هنظبطها دلوقتي تمام التمام بالمقاسات وبارامتريك وكده وتمام التمام. بس هو شكل الصوفه، شكل الكنبه ابتدى ايه يتظبط معانا. تعال نعمل على ده ونحدد اي حاجه نحددها بريفرنس بلان. ريفرنس بلان ار بي انتر، تقوم واخد كده ايه خط، مش شرط يكونوا متساويين، مش شرط كل ده ولا شرط. تمام، وتعالى نسمي البارامتر ده اي بارامتر اتعمل ما بين اتنين ريفرنس بلان يشتغل زي الفل، لكن هتعمله ما بين حاجه ما بين اليمنت ممكن يظبط ما يظبطش معاك. ده تعمل كده وتقول له بارامتر وتسميه الارم ويدث، ارم ليه كابيتال احسن، ارم ويدث اوتو انستنت انستنس. قول له حلو، الارم ويدث احنا عايزينه كام؟ نورمال الارم ويدث بيبقى 150 مثلا، 15 سنتي، ممكن انت تعدله يعني في اي وقت. تعالى نعمل دي كده من هنا لهنا ونسميها ارمودز، ونعمل التالتة كمان من هنا لهنا ونسميها ارمودز. تيجي تسميها وتظبطها، مجرد انك تيجي تعمل كده وتقول له ارمودز، هو ياخدها على مقاسها ويظبطها كده، تقول له ارمودز.
تمام. ده الفويد، تقوم عامل كده، تعمل كده، تقول له ايه اربطه بدي، تعمل كده، نجيبه كده، تقول له اربطه بدي، تعمل كده، نجيبه كده، تقول له اربطه بدي. كده بقى ايه، تلاقيها ايه متظبطة، متظبطة تمام، بس لسه متظبطتش في الاتجاه الرأسي اللي هو ده. انت فيك ان انت ده كمان تعمله ارموتس، بس تعمله ريفرنس بلان، او اي حاجه تعملها ريفرنس بلان، ده سر النجاح. انا قلت الريفرنس بلان عالي قوي كده، اه اعمله عالي عشان ما يخبطش في دول، واجي اقوم عامل كده، ومن هنا لهنا اعمل كده، كليك على دي واقول له ايه ارموتس، ظبطها لها 150. اجي دي كده واقوم طالع بيها فوق شويه ومنزل بيها تحت عشان اضمن ان هي ايه، يعني انا طلعت بيها عشان انت عملت كده ممكن ما تلحقش تلضم. اوكي نقفل ده كده، تلاقي دي قد دي قد دي قد دي مظبوطه. نيجي هنا من ده كده ونيجي نقول له اعمل لنا الهايت، احنا قلنا مثلا كام، 500 600، ابلاي ظبطت اهي. ودي مثلا الارموتس عايزين نعمله 200، نقول له ابلاي كله يبقى 200، 150 كله يبقى 150. لازم تشيك على البرامتر، مش استنى لما تحطها في البروجكت وبعدين تشيك على البرامتر، لا تشيك على البرامتر انت دلوقتي، من دلوقتي تاكد ان هي شغاله ولا مش شغاله. 1800 ولا مثلا 2200، نقول له ابلاي، نرجع بقى كل حاجه زي ما كانت. دي 1800، نقول له دي 600، ابلاي، دي زادت شويه خليها 700، بلوي انت كده يعني هي تظبط. طيب عايزين نحط بقى الايه الخدوديه اللي بتتحط هنا، اللي هي الايه بتاع السفنج دي اللي الناس بتقعد عليها، يعني ده العظم بتاع الايه، نحط بقى هنا الايه بتاع السفنج دي. نجيبها منين؟ من هنا، نيجي من هنا ونقوم مختارين كرييت اكسترود. نختار، مش بعرف، مش هنعمل ريفرنس بلان، نعمل حاجة شبيهة بالريفرنس بلان، اوفست، ونقول له مثلا ايه على بعد سنتي 10 مللي. تيجي تختار ايه، يا الريفرنس بلان يا الخط ده، لان الاتنين مرتبطين ببعض فمش هتفرق. يعني انت لو اخترت الريفرنس بلان انك تعمل منه او الخط ده، الخط ده مرتبط بالريفرنس بلان. هنا بقى تشيل الاوفست وتحطه صفر، ليه؟ علشان ال واربط دي معاه، ممكن تربطها ممكن ما تربطهاش، هو هيظبط نفسه يعني. ليه؟ الصفة بتبقى فرق مثلا متر بتاع السفنج، لكن من هنا بتبقى وشها وهي نفس الوش. عايز تعملها اوفست من دي اعملها، بس تطلع شكلها مش لطيف. تقول له اوكي، تعال نشوف الايزومتريك عملت ازاي، اللي عامله كده هنطلعها فوق ونظبطها اهي، في فرق بسيط كده اهي. البتاع السفنج دي هنظبطها منين؟ نظبطها منين؟ دي تقوم عاملها ازاي كده اهو. ممكن دي برضو تخليها ارموتس، يعني من هنا هتعمل ايه؟ عايز تربطها، تمام، دي كده مطلعها لفوق، تقوم منزلها لتحت، اسف عليها كده، وتقول له اربطها لي، وتيجي من هنا وتقول له ايه؟ ارموتس برضو، يشتغل؟ اه يشتغل. دي بعد شوية كده شكرا. كلش في دماغنا. لو قلنا الارموتس مثلا ايه 200، تعال نشوفها شغالة ولا مش شغالة، هو كله شغال. بس دي مش حلوة، دي نخليها ثابتة، خليها دي بره الايه الارموتس. اوكي اندو اندو تاني، نيجي هنا دي
ودي نقوم عاملينها ايه مش ارموت، نيجي نقول له ديليت، نيجي من هنا لهنا نقول له دي اعملها 100. مش فرق. نيجي نقوم عاملين 3D ونشوف في الارم ويدث، نخليه 200 والرطاي اوكي. دي ممكن نظبطها من هنا 320 الاند 370 الستارت، دي برضو ممكن تظبطها من هنا، يعني مش شرط ان انت تكبر شوية 380. النهاردة لما بنكبر بدي هي بتكبر كمان معانا، فده ايه مش يعني لازم دي تكون مرتبطة لان دي مرتبطة بدي ودي مقاس ثابت. مية وعشرة اللي دي مقاس ثابت، بلاش نعملها بارامتريك من هنا لهنا. قال لي 200 تمام. تعال نشوف ال تي كده، خلي دي 150 قول له ابلاي اوكي، كده بقت كويسه، كده اعملها 250 شوفها ابلاي اوكي، كده بقت كويسه يبقى 150 تمام. تعال نعمل شويه بقى ايه، احنا عملنا شكل الصوفه دلوقتي، تعال نجملها بقى. نجملها ازاي؟ نعملها شويه كيرفيتشر، ان هي مفيش صوفه تبقى حاده كده، نعمل كيرفيتشر هنا وكيرفيتشر هنا وكيرفيتشر هنا. الكيرفيتشر دي ازاي؟ بتيجي من هنا ريفرنس بلان، ونيجي في الاساسي خالص ونقول له ايديت اكستروجن، وبعدين نعمل شويه كيرفيتشر فيه من هنا لهنا على زاويه 45 درجه. لازم تاكد انها 45 درجه تمام كده، ولازم تنور الاثنين دول كده وتقف معاك عشان تلضم دي مع دي، وتقول له الضم دي مع دي ودي مع دي. اللي انت خدته هنا تقول له انقله لي الناحية التانية، وانت تعمل له كده وكده كده كده اوكي. بس احنا ما كملناش، ناخد الناحية التانية مثلا زي دي كده، نيجي نقول له دي ودي تاني بالمرة، نعملها كده عشان ايه تمام، دي مع دي ودي مع دي ودي مع دي ودي مع دي اوكي. خش بص كده شكلها كويس. فينا ان احنا كمان ان احنا ناخد اكسترود لدي من جوه كده بالسويب بالقطع، احنا هاخدها اكسترود، او ممكن نلف دي كده بدي بالقص بتاع دي، نقول له اكسترودجن
ودي القص هنا نقصها ازاي؟ نقصها كده. نعمل دي كده، نقوم جايبينها على دي كده، نربطها، وبعدين تيجي من هنا تقوم عامل كيرفتشر صغير من هنا لهنا، ده 45 كده، بتقول له دي توصل لدي ودي تقطع مع دي، بتعمل كده. اللي انت عملته هنا تنقله الناحية التانية، وبعدين تعمل له ترم شوية ترمات، ودي نقوم ايه من يمينها كده شوية. بس لازم زي 45. لما عاملين دي كده نعمل سيميلر، دي مع دي ودي مع دي، دول اوكي. تعال نشوف كيف 3D عملت ايه. بصوا بقت ناعمة ازاي من هنا ومن هنا. فيك ان انت برضو تاكل الجنب ده كده، تعمل له مش اكسترود، تعمل له كرييت سويب بالماينس اللي هو ده. انا مش هنضيع فيها وقت، كفايه كده. اتاكد ان هي شغاله 2200، لازم كل شويه تتاكد انها شغاله. في حاجه من اللي انت اضفتها دي ودي 1000 كده، كل حاجة شغالة. نرجعهم، دي 600 ودي 1800 ودي 600. طيب كده الصفة بتاعتنا كلها شغالة والبارامترك بتاعها شغالة. تعالى نعمل لها الرجلين بتاعتها. الرجلين بتاعتها هنا تيجي في الريفرنس بلين، وتيجي تعمل لها مكان للرجلين برضو، تعمل لها ريفرنس بلين. تيجي هنا في النص تقوم عامل ايه، حاجة كده نازلة رأسية، وتيجي تقوم عامل دي كده من هنا لهنا كده، وبعدين تاخد بعد من دي لدي لدي، وتيجي تقول له ايه ايكوال، عشان تضمن الخط ده بقى في النص. تمام، وتيجي الخط ده تقوم عامل مسافة من هنا، ممكن تسميها الحتة دي ارمودز، مش هتبقى ايه ثابتة معانا، ملهاش علاقة يعني، بس عشان تربطها يعني خدها على الموتس. بس كبيرة على الموتس دي، ممكن ناخدها 150، يبقى خدها 75. هي دي بقى المفروض تكون بارامتر جديد. تعال نعمل بارامتر جديد وفي علاقة بالمرة. arm width half arm width half شرطة arm width. ليه half arm width؟ ده الarm width معروف وده حطيته في النص. انا عايز احط دي في نص الarm width عشان لما توسع الarm width ما تلاقيش دي المسافة دي مش زي المسافة دي، تبقى شكلها ايه odd. وتعالوا نربطها بعلاقة، يعني هات الارم ويتس كده، الهاف ارم ويتس سميها مثلا 90، خلينا نعملها بالغلط. هاف ارم ويتس هتديك، لو الارم ويتس 150 تديك 75، كويس.
هنعملها ايه؟ هاف ار مودز، وبعدين نربطها بعلاقة. هل ممكن نربط بعلاقة؟ اه ممكن. ونيجي من هنا نقول له هاف ار مودز بتساوي، تكتب نفس السبرينج اللي لو كاتب السبرينج هنا غلط تكتبه غلط زي ما انت كاتبه، ارم زي الداينامو كده، لازم تكتب نفس السبرينج والا مش هشتغل. دبليو اي دي تي اتش على 2، تقول له ابلاي. instant cannot be on type parameter formula، صح، يبقى احنا عملنا حاجة غلط. هقول لكم ايه الغلط اللي احنا عملناه. اعمل delete ده، تقول له edit هتلاقيه parameter type parameter، لازم يبقى instant عشان يمشي مع العيلة. احنا كل اللي فات عاملينه instant، ده هيبقى ايه زي الغريب في وسطهم. يبقى كده لازم نعمل ايه؟ arm width تاني على 2، apply يشتغل. هيشتغل؟ هيشتغل، اشتغل. يبقى انا عملت ده كده، في ان انا بدل ما اعمل واحد اليمين وواحد الشمال اقوم مادد ده كده، اشتغل معايا يمين واشتغل معايا شمال. من ده كده اجي اقول له ايه برضو اعمله لي شمال، هيطلع في المقاس. بس انت لازم تعمل له ايه؟ تي من هنا لهنا 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 لهنا، تيجي تقول له ايه؟ ايكوال، عشان يشتغل ايكوال. حلو. وتعمل واحد زي ده كده وتقول له الناحية التانية، وتاخد المسافة دي من هنا لهنا وتقول له هاف ار مودز اللي هي دي، تعمله تقول له هاف ار مودز كويس كده. انا حددت اماكن الرجلين. نيجي نعمل الرجلين، نعملها منين؟ من كرييت، وكرييت نعملها من بليند، ونعمل رجلي الصغيره ورجلي كبيره. النوع الكبير والنوع الصغير عمري ما فكرت النوع الكبير والنوع الصغير، انا بعملهم وبعدين بعد كده اشوفه في الايزومتريك واعدلهم. نعملها كده، دي الكبيره ودي الصغيره. ممكن نعملها بارامتريك بس مش عايزين نزود البارامتر زياده عن اللزوم يعني. الارم واتس عمرها لا تكبر ولا تظهر على النت، تيجي تخش من هنا هتلاقيها كده طلعت مقلوبه، مش مهم اخر هم المفروض دي فوق دي تحت، مطلعين دي فوق منزلين دي تحت، ونقوم رابطينها بالايه؟ بالليفل ده، ومنزلين دي هنا كده ونقوم رابطينها بالليفل ده. هنشوف الايزومتريك دي اهي الرجل بقت تمام كده. دور الناحية التانية نقول دي كده، ونيجي نقول له دي كده دي كده تمام، وبعدين الاتنين دول دي ودي كده حوالين دي تمام. تعال نشوف هيشتغل ولا مشتغلش. دي دي نفتح السرير دي نشوفها شغالة ولا مش شغالة. يعني cross by your finger and try 800. طيب دي مش مهمة، دي المهمة 2200. ان الرجل كده الرجلين بتروح بتروح وتيجي معاها، يبقى كده شغالة. نعمل دي 800 تقول له apply، الرجلين بتروح وبتيجي معاك يعني دي كلها مرة واحدة كده. نعمل دي ايه 600، دي 1800. دي 600 ونقول له ابلاي كله على بعضه. شوف كله بيشتغل مع بعض كده بقى مظبوط. سيف عشان ما نضيعش المجهود. ناقص الحتة الأخيرة ان احنا نحط ماتيريال للايه؟ لاختنا الصوفة دي. دي كده نقول له الايديت
ناخد الماتيريال، ناخد دي مثلا ونقول له edit extrusion، ناخد الماتيريال بتاعتها category ونقول له اعملها لنا مثلا ايه ليزر جلد. في ليزر دارك اوكي وجرافيك ستيل قوي يعني، ده ناخد منه اللون خفيف شوية كده عشان تقيل ده. نقول اوكي اوكي تعالى دي نعملها مثلا ايه برضو نفس الموضوع edit كنا نعمل edit material من هنا by the way. نقول له فابريك، ينفع نحط فابريك على ده؟ ينفع، مش هيقول لا. جرافيك موز نحط دي كده لو سنة ما وسنة كده فدي الغامق ودي الفتحة whatever شكلها مش حلو بس ماشي. وادي الماتيريال هنا دي نختارها وود. نختار تشيري وود، انا بحب التشيري وود او البامبو. تشيري وود ليه انه غالي، او ميبل، ميبل ده الخشب الغالي يعني بس مش اغلى من التشيري وود. برضه هما كلهم ده فيك ان انت تختارهم كلهم سوا كده. الماتيريال تقول له ايه ميبل، يطلع لك اخر حاجة ميبل. اوكي في احيان مش مرتاح للبتاع دي، خلي دي هي الليزر. الليزر الكئيب ده اللي احنا اخترناه، وخلي دي بقى هي بتاع الرقيقة دي اللي احنا اخترناها تبقى شكلها انضف شوية اللي هو ده كده شكلها ارحم. بس كده احنا خلصناها. نقول له دي انتو بروجكت، يعني بروجكت اللي هو الليكتشر 1 بلاش تحملها جوه الصوف، ممكن تحط صوفة جوه الصوفة يعني اتنين ويطلعوا الاتنين مثلا وعاملين زي حرف ال كده. لكن احنا كده بنحملها جوه المشروع ونقول له مثلا حطها لنا في الدور رقم 3 مطرح ما حطينا وقتها، نجيب النور ونحطها كده اهي، حطينا الصوفة. تعالى نشوف لو شغالة بارامتريك، نعمل لنا دي 2200 اوكي اطلع شغالة. دي نعمل مثلا 700 شغالة، ودي نعمل 500 مفتوصة كده شغالة كده. الصوفة شغالة في كل البتاع كده، احنا عملنا ايه فاميلي، وعملنا فاميلي باريمتريك.